وحول مجريات المعرض معنا من مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات موفد مركز الأخبار الزميل عبد الرحمن المدفع. مساء الخير عبد الرحمن، ما هي مستجدات المعرض؟ نعم زميلتي دلال، مساء الخير. متواصلون في تغطية فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 هنا في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث يعقد معرض البحرين الدولي للدفاع في يومه الثاني بمشاركة كبيرة من أكثر من 100 عارض ومشارك ومزود الأسلحة من مختلف دول العالم. تواجدوا هنا في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في هذا الحدث الهام الذي تستضيفه وتنظمه مملكة البحرين، في تأكيد على قدرة المملكة وقدرة الموارد البشرية لتنظيم مثل هذه المعارض والمؤتمرات الهامة على مستوى المنطقة. ويبدو كما ذكر في التقرير السابق أن معرض البحرين الدولي للدفاع 2017 بدأ يؤتي أكله من خلال صفقة الأسلحة التي تم التوقيع عليها بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا شركة لوكهيد مارتن بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي لشراء 16 طائرة من طراز F-16. وهناك الكثير من الصفقات القادمة التي سيتم الإعلان عنها حسب ما ذكر عدد من المسؤولين هنا في المعرض. تواجدنا منذ الصباح الباكر هنا في معرض البحرين الدولي للدفاع وشهدنا حضور عدد كبير من أصحاب السمو والمعالي والسعادة المسؤولين في مملكة البحرين، ما يؤكد قيمة وأهمية هذا المؤتمر الذي يقام في نسخته الأولى هنا في مملكة البحرين. والمشاركة كبيرة جدا من مختلف دول المنطقة والعالم، والكثير من الوفود الإقليمية والدولية تحدثنا معها هنا في المعرض وأكدت أهمية مثل هذه المعارض والمؤتمرات التي تؤكد على قيمة التحالفات الإقليمية وأهميتها. وأيضا قمنا بتسجيل مقابلة حصرية مع سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة المنظمة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017، وأكد أن هذا المعرض والمؤتمر لا يحمل أي رسائل عسكرية فحسب، بل أيضا يحمل رسائل سياسية من الطراز الرفيع، وأهمها أن هذه التحالفات التي تنشأ على مستوى الإقليم والمنطقة هي في غاية الأهمية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن مملكة البحرين مستمرة في نهجها لتأسيس وإنشاء والمشاركة أيضا في التحالفات الإقليمية والدولية التي تهدف لمكافحة الإرهاب وتمويله ومحاربة قوى الشر كما وصفها سمو الشيخ ناصر بن حمد. وسنستمر في تغطية معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع هذا اليوم ويوم غد أيضا في إتمام المعرض بإذن الله، وسنوافيكم بكافة التفاصيل. نعم، موفد مركز الأخبار الزميل عبد الرحمن المدفع، شكرا جزيلا لك.